طيب محمود شاكر، قبل ما نروح لمحمد جمال ناخد الاول محمود شاكر من قطر. محمود مشرف ومنور، اخبارك ايه؟ ولكن البلجيكا هي اللي قدرت تكسب مباراه، بيتكلموا بيقولوا احنا ممكن نكسب بلجيكا او نتعادل معاها، والمباراه الاخيره قدام كندا هيتاهلوا فيها. الجمهور المغربي كان النهارده فعلا جميل جدا جدا في انحاء المباراه. حبست الهدافات ولا ما حبستش هدافات منهم؟ يعني كريم انت عارف الهتافات بتاعته هو، بس جيبوها يا الاولاد، هو ده اللي انا ايه ده اللي انا قدرت احفظه منهم. حلو يعني. حلو. المباراه الثانيه بتاعت اليابان والمانيا. الاول بس قبل اليابان محمود، قبل اليابان والمانيا، لما اتكلمت مع الجماهير المغربيه راضيين النهارده عن اداء المنتخب المغربي؟ عشان شفت على السوشيال ميديا بعض الناس كانوا عايزين انه المغرب تكسب المباراه، وكانوا شايفين المغرب تقدر تكسب المباراه النهارده. شايفين راضيين بالنتيجه مع وصيف العالم، وصيف كاس العالم البطوله الماضيه، ولا مش راضيين؟ لا راضين جدا يا كريم. انا بعد المباراه مثلا قعدت 5 دقايق في المدرجات عشان الزحمه وكده، عقبال ما الناس تطلع. فضلوا قاعدين وقعدوا يسقفوا جامد للعيبه بتاعتهم، وقعدوا برضو يشجعوهم، ولا عندهم ثقه كبيره. حتى انا عاوز اقول لك، صحيح انا اتكلمت مع حسين عموته طبعا مدرب نادي الوداد، كان موجود في المدرجات، وبالصدفه وانا طالع من المباراه شفته، فحاولت يعني اتعرف عليه واتكلم معاه. كان سعيد جدا بالاداء، بيقول المباراه كانت كويسه جدا للمنتخب المغربي النهارده، ويعني اكد على موضوع المدرب الوطني للمنتخب المغربي، ان الناس كانت قلقانه وخايفه ان المدرب وليد الركراكي ما يقدمش المستويات الكويسه، ولكن هم كانوا سعداء جدا جدا بالاداء بتاعهم النهارده، ولا الناس سعيده بالمنتخب المغربي، وشايفين ان هي كانت اصعب مباراه وقدروا يعدوها، اللي هي مباراه كرواتيا. تمام. فلا الجماهير سعيده بالموضوع ده. حتى مباراه المانيا، مباراة ألمانيا واليابان طبعا هي مفاجأة كبيرة جدا، ولكن عاوز أكلمك على الجمهور الياباني. الجمهور الياباني لما شفناه في المباراة اللي كانت من يومين وشفناه انتشرت على السوشيال ميديا، هما بينظفوا النهاردة بقى كريم، نظفوا الملعب كله. يعني تعرف ان هنا في الاستاد مفيش، يعني مش دايما الجماهير بتقعد جنب بعض. الجمهور الياباني النهارده خلص المباراه، جابوا الاكياس الزرقاء بتاعتهم، قاموا لامين كل الملعب. فضلوا بعد ما يعني يا كريم هم طول المباراه بيشجعوا، دخل فيهم جون بيشجعوا، ما بيقفوش عن التسجيل. اول مباراه انتهت يا دوبك سقفوا اللعيبه بتاعتهم، ومحدش خرج من الاستاد، كلهم لموا الدنيا كلها، قعدوا يلموا في الاستاد كله ونظفوه. وكانت صراحه يعني حاجات بصراحه جميله من الجمهور الياباني. حاولت كما حد منهم، بس اللغه بتاعتهم صعبه شويه، واحد سهلة. بس قال لي صعبه جدا، مش كلهم بيعرفوا الكلام. لا لما تيجي هعلمك ياباني. ماشي. بس فالاجواء هنا يا كريم، الجو بدا يبرد شويه، وبس في توافد كبير قوي يا كريم، يعني الناس كلها بدات تيجي، وحتى كمان الناس بدات تبعت لي كله عاوز يجي، شايفين الاجواء بقت حلوه. ولكن بس حاجه صغيره عاوز اتكلم فيها طبعا، بالهجوم اللي بيحصل على، طبعا كالعاده الهجوم بيحصل على دوله قطر بسبب المونديال والكلام ده كله. بص يا كريم، انا عاوز اقول لك، هل في مشكله في الدخول في الاستادات؟ مفيش مشكله. لا. هل في مشكله في التذاكر؟ هل في مشكله في التنظيم؟ هل في حد بيتسرق؟ هل في خناق؟ هل في مفيش اي حاجه بتحصل يا كريم؟ اجواء كوره، انا مش عارف لحد دلوقتي برضو الهجوم القوي لا جدا. لا ما انا قلت لك قبل كده، اي بطوله خارج اوروبا سواء بقى كانت في البرازيل، في جنوب افريقيا، في اي بطوله خارج اوروبا، هي بيفضل طول الوقت عليها هجوم. بس والله يا كريم فعلا، مش عشان احنا عرب ولا عشان احنا في عشان دوله موجود. عربيه، فعلا الصوره واضحه. التنظيم جميل جدا يا كريم بجد. صح. ومنظم جدا، وكل حاجه ماشيه هنا بالظبط زي ما الكتاب بيقول، وان شاء الله البطوله تفضل ناجحه لحد الاخر، وبالتوفيق لكل منتخبات العربية. أنا بشكرك شكرا جزيلا كالعادة، ظهور مميز، استمتع، كمل استمتاع بكأس العالم. خد بالك أنا مش بحسدك. حاسك هتيجي. محمود من الناس الجميلة جدا، شاطر جدا ومجتهد للغاية، يعني عامل لنا شغل عظيم جدا في قطر في كأس العالم 2022.